السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبتدي المحاضره الثانيه في البلفس. كنا اتكلمنا في المحاضره الاولى على الاناتومي اوف ذا باني بلفس، ليجامنت، الجوينتس، الماسلز. النهارده هنتكلم بقى على الارتريز والفينز والنيرفز والبروتونيوم والليمفاتيك اوف ذا بلفس. فالنهارده هنبتدي ان شاء الله with arteries of the pelvis. المين ارتري اوف ذا بلفس هو الانترنال ايليك ارتري. كلنا عارفين ان احنا عندنا الابدومنال أورطة. الأبدومنال أورطة بينقسم لتو كومن إلياك أرتريز. الكومن إلياك أرتري بينقسم لإكسترنال إلياك بيروح للور ليمب ويكمل يبقى فيمورال أرتري، وإنترنال إلياك اللي بيخش في البلفس ويسبلاي البلفس. عندنا أرتريز تانية مساعدة زي الميديان ساكرال أرتري، ده من السنجل برانشز أوف ذا أبدومنال أورطة. عندنا الجنادل فيزل سواء تستيكولار او اوفيريان. جنادل ارتري هنا اهو بيطلع عند الليفل بتاع L3 تقريبا، لمبه بتبقى نمبر 3. لو جينا نرجع بقى للايه، للانترنال الياك اللي هو هيمن النهارد، ادي البريفوريكيشن بتاع الكومن الياك اللي بنقسم ليه اكسترنال وانتر. تم فين هنا؟ خلي بالك دي L5 وده الساكرام. الجوينت اللي ما بينهم ده بنسميه ليمبو ساكرال جوينت. ليمبو ساكرال جوينت يعني جوينت بين اللمبر اند ساكرال. هنا عند النقطة دي البيجينينج اوف انترنال الياك ارتري. تمام؟ بعد كده التيرمينيشن فين؟ لو جينا نشوف الصورة دي دايما لازم يبقى عندي علامات مميزة كده. طبعا البيوبيك بول يبقى كده ايه؟ انتيريو. وده الساكرام والكوكسكس والفيرتيبر بصفة عامة بدأ ايه؟ بوستيريو. كومن الياك ارتري ديفايد انتو اكسترنال الياك، وعندنا ادي الانترنال الياك، ده المفروض الليفل اوف ايه؟ ليمبو ساكرال جوينت. لحد الابر بوردر اوف جريتر سياتيك فريمن الانترنال الياك ديفايد انتو تو ديفيجن. ديفيجن ده انتيريور والديفيجن ده ايه؟ بوستيريو. بوستيريو واحد بوستيريو طبعا، والانتيريو رايح الايه؟ الانتيريو. يبقى البيجينينج اوف انترنال اليك عند الابر بوردر اوف ليمبو ساكرال جوينت و او ليمبو ساكرال ديسك، والترمينيشن بتاعه عند الابر بوردر اوف جريتر ساتيك فورين. بنيجي نشوف كده الانترنال اليك زي ما اتفقنا بنقسم ليه؟ لانتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن. بيجي عند الانتيريو له two types of a branch. visceral بيسبلاي الفيسرا، وبرايتال يعني الوولز الموجوده في البلفس. انما بوستيريو لو برايتال بس مفيش فيسرا خالص. طب هي ايه الفيسرا الموجوده عندي في البلفس اساسا؟ الفيسرا الموجوده عندي في البلفس ثلاثة سيستم كبار. الجي اي سيستم بيمثله هنا الريكتم، تمام، و اليوناري سيستم بيمثله هنا اليوناري بلادر، تمام، والفيميل جنتال سيستم بالذات اكبر من الميل في البلفس بيمثلوا مين؟ اليوترس والفاجين. يبقى الفيسرال بنش دي هتروح لمين؟ هتروح للريكتم واليورين بلادر واليوترس والفاجين. والبايتال طبعا قلنا هنروح للوول بتاع البلفس. لو جينا نشوف الاولاني اللي هو سبيريو فيزيكال ارتري. سبيريو فيزيكال يعني ايه؟ يعني يورين بلادر. يبقى هيروح فين؟ اكيد فيسرال. طب انا ما عنديش فيسرال الانتيريور، يبقى اكيد هيجي هنا، تمام. طب نشوف التاني كده، لاترال ساكرال ارتري. ساكرال يعني ايه؟ يعني سكرم. بوستيريور اكيد، صح ولا لا؟ في الوول بتاع الايه؟ البلفس، بس بوستيريور. يبقى هيروح فين؟ للبوستيريور ديفيجن. طب البنش تالت اللي هو مين؟ انترنال بيودندال ارتري. بيودندال طبعا اللي هو ايه؟ الجينيتاليا. عندنا بيدودنا ده له قصه لو انت فاكرينها من سنه تانية، انه بيطلع من الجيوتر سياتيك فورمن ويخش تاني بالانترن من الايه؟ من الليزر سياتيك فورمن. وهنقوله طبعا بالتفصيل بعدين. يعني بيروح من الجيوتر ويخش من الليزر. يبقى فيسرال ولا برايتال؟ اكيد برايتال. وده تبع الانتيو ديفيجن لانه قلنا ايه؟ بتاع الاكسترنال جينيتاليا. هيروح للبينس والسكروتم والليبيا ميجور والكليتوريس والحاجات دي كلها، فيبقى ايه؟ انتيريو. طب الاليو لامبر. اليو لامبر يعني ايه؟ يعني اليوم ولامبر.
إليا مولامبا دول اكيد بايتال مش فيسترن صح ولا لا؟ طيب الإليا مولامبا فين؟ بوستيو ولا انتيو؟ ها بوستيو طبعا، لامبا في التب والاليام بوستيو، يبقى يجي لي هنا في المجموعه دي اللي هي الايه البوستيو ديفيجن. طيب بعد كده ميدل ريكتال، ريكتال يعني ريكتم زي ما اتفقنا اهو، يعني فيسترا تمام. انا ما عنديش فيسترا غير مين؟ الانتيريو ديفيجن، يبقى يروح لي هنا ايه ميدل ريكتال تبع مين؟ الانتيريو ديفيجن. اوبتيوريتور، اوبتيوريتور ده فين؟ فاكرين الاوبتيوريتور فريمن؟ الاوبتيوريتور فريمن دي فين؟ انتيريو ولا بوستيريو؟ الاوبتيوريتور فريمن طبعا انتيريو، وطبعا مش فيسفال اكيد بارايتال، يبقى يروح لي فين؟ هنا في الانتيريو بارايتال برانشز. يوتراين، يوتراين يعني ايه؟ يوترس، يوتراين ويوترس يبقى موجود فين؟ اكيد في الفيسفال، وانا ما عنديش فيسفال غير الانتيريو ديفيجن، يبقى دي الايه؟ اليوتراين. inferior vesical artery، وفي الفيميل مش موجود، بيستبدل بارتري ده اسمه ايه؟ vaginal artery. inferior vesical artery ده يعني ايه؟ viscera يعني bladder يعني anterior صح ولا لا؟ تمام كده. اتبقى لنا بقى الاثنين الايه؟ اخوات دول اللي هو السبيرو جلوتيال والانفيرو جلوتيال، الاثنين رايحين للجلوتيال ريجن تمام؟ يعني الاثنين رايحين ايه؟ بوستيريو. فبالتالي بس واحد منهم طالع من الانتيو برانش، واحد طالع من البوستيو برانش، او الانتيو ديفيجن والبوستيو ديفيجن. فكروا كده معايا، تتخيلوا مين اللي طالع من الانتيو ديفيجن والبوستيو ديفيجن؟ شايفين حرف الاس ده وحرف الاس ده؟ يبقى السبيو جلوتيال هيروح فين؟ هيبقى من البوستيو ديفيجن، والانتيو جلوتي والانفيو جلوتيال هيبقى منين؟ من الانتيو ديفيجن. تعالوا نشوف كده الجدول على بعضه كده. يبقى الانتيريور فيسترال هيدي الفيسترا، احنا قلنا الفيسترا ثلاثة، قال هنا عندنا ميدل ريكتال، اثنين فازايكل سبيريور وانفيريور فازايكل، بس في الفيميل بيبقى اسمه ايه؟ فاجينال. والفيميل عندها واحد زيادة اسمه ايه؟ يوتراين. اليوتراين ده مش موجود في الميل طبعا. طيب والبارايتال اوبتيريتو طبعا ده موجود في الاوبتيريتو فريم الانتيريور، بيودندال عشان رايح للجينيتاليا اكسترنال جينيتاليا اللي هي انتيريور، واخر حاجة قلنا الايه؟ الانفيريور جلوتيال ارتري. بعد كده عندنا البوستيريو ديفيجن اليو لامبر طبعا، اللي عشان قلنا بيروح للاليوم واللامبر، واللاترال سيكرال عشان بيروح للايه؟ للسيكرم بوستيريور، والسبيرو جلوتيال عشان في حرف الاس وعندي هنا ايه؟ بوستيريور. تمام؟ يبقى انا عندي 9 برانشز اوف انترنال الياك في الميل، لكن 10 برانشز فين؟ في الفيميل، لان بيزيد لي مين؟ بيزيد لي اليوتراين ارتري. عندنا هنا الفيرتيبرال كولم، فكده ايه؟ بوستيريور. وعندنا هنا السيمفيس بيوبس او بيوبك بون، فكده انتيريور. اول فيسترا على طول بهايند بلاد، البهايند السيمفيس بيوبس اللي هي اليوناري بلادر، وموست بوستيريور عندنا هنا في الايه؟ الريكتم. وادي الانترنال الياك ارتري. شوف الديفيجن كده، اول ديفيجن عندنا اهو ده اللي هو ايه؟ سبيريو فازايكال ارتري، رايح فين؟ رايح لليورينري بلاد. تاني برانش اللي هو ده اللي هو الايه؟ الانفيريو فازايكال ارتري. طبعا لو انت حبيت تسال ايه اللي جاي من فوق ده؟ ده اليورتا جاي من فوق ونزل على اليورينري بلاد. البرانش بعد كده رايح للريكتم اللي هو مين؟ الميدل ريكتال ارتري، رايح لفين؟ للريكتم. دول الثلاثة فيسفال، ده طبعا ميل مفيش هنا يوتراين. نشوف الانتيريو ديفيجن اللي هو البارايتال، ده طبعا الاوبتيريتو ارتري، هو رايح انتيريو عشان يروح الاوبتيريتو فريمن. بعد كده عندنا الانترنال بيودندال ارتري، وهو طبعا رايح كده بوستيريو عشان يروح لفين؟ للجريتر ساتيك فريمن، ويطلع منها ويخش تاني من الليزر ساتيك فريمن. ده الانفيريو جلوتيال ارتري تمام، وادي السبيريو جلوتيال ارتري، وادي اللاترال ساكرال ارتري اللي هو رايح لفين؟ دي الساكرال ارتري. يبقى احنا عند كده ادي الانترنال الياك ارتري، وادي الانتيو ديفيجن بتاعه كل البنش طالع من الانتيو ديفيجن، وادي البوستيو ديفيجن
اللي بيدي عندنا هنا السبيريو جلوتيال واللاترال ساكرال، المفروض الاليو لمبر هيطلع بوستيريو كده. نيجي نشوف الدياجرام ده ونركز كده عشان التوبوجرافي بتاعه هيتكرر في الشرائح الجايه. اول حاجه السيمفيز بيوبس او بيوبك بون اهي، يبقى كده ايه انتيريور، وادي الفيرتيب يبقى كده ايه بوستيريور. طبعا هنا عندنا فيميل، فاول حاجه انتيريور دي اليوناري بلادر، تمام، وبوست بوستيرولي الريكتم، واللي في الميدل ده اللي هو الايه اليوترس، وادي الفالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب، وجوه هنا في الايه الاوفري. طبعا عندنا دي ال L5 ودي بدايه السكرم، فيبقى ده الايه الليمبو سكرال ديسك اللي هو الديسك او الجوينت بتوين L5 اند سكرال فيرتيبي. نيجي نشوف هنا هنلاقي عندنا الكومن الياك ارتري، وعند الليفل بتاع الليمبو سكرال ديسك انقسم لايه اكسترنال و انترنال، وادي الانترنال الياك ارتري. ايه البرانش اللي عندنا؟ اول حاجه ده الاوبتيوتر ارتري، طبعا ده منين؟ انتيريور بارايتال برانش، تمام، وماشي انتيريولي عشان يروح ناحيه الايه الاوبتيوتر فورين. بعد كده الارتري ده اللي هو السبيريو فيسيكال ارتري اهو، ورايح لفين ده؟ رايح لحد اليوناري بلادر. الارتري ده اسمه يوتراين ارت، حتى ما كبرنا الصوره رايح فين؟ رايح للاوفري، وبعد كده هيروح لليوترس. هو اليوتراين ارت بيسبلاي اليوترس وبيدي برانشز للاوفري. ده طبعا الفاجينال ارتري رايح للفاجينا، وطبعا في الميل بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه inferior vesical artery. هنا عندنا البرانش ده اللي هو الايه؟ الميدل ريكتال اللي بيروح للميدل، بيروح للايه؟ للريكتم. ادي الاليو لامبر ارتري اللي هو ديفيجن او برانش من البوستيريو ديفيجن اوف انترنال الياك، وطالع بوستيريو ورايح لفين؟ رايح للسكرم واللامبر فيرتيبي. ده الاليك كريست، المصل اللي هنا دي في الاليك فوسه اسمها ايه؟ الياكس مصل. المصل اللي جنبها دي اليمين السوس ميجور مصل، والمصل طالع على فوق دي اليمين الكوادريتس لامبورا، تمام. فادي الانترن الياك اهو اللي عليه دايره خضراء، ده الفائده بتاعته ايه؟ سبلاي المصل دي، سبلاي المصل وبوستيريو ابدومينال وول بيسبلاي الالياكس والسوس ميجور والكوادريتس لامبورا مصل. هنا اخر برانش نتكلم عليه اللي هو اللاترال ساكرال ارتري. شايفين اللاترال ساكرال ارتري ماشي منين؟ ادي برضك تاني، ادي الانترنال الياك، ده الانتيو ديفيجن، وده اللي هو الايه البوستيو ديفيجن، واللاترال ساكرال طالع منين؟ البوستيو ديفيجن. بيقوم انتر ذا فنترال ساكرال فريمن ويسبلاي الكونتنت بتاع السكرال كانال او الفيرتبرال كانال، وي جوز اوت سايد فروم الباك فروم بوستيريو ساكرال فريمن تو سبلاي المسل اوفر ذا سكر. يبقى انتر فروم فنترال وي كمز اوت فروم ذا دورسال فريمن سبلاي الكونتنت بتاع الساكرال كانال ويسبلاي كمان الايه المسل اوفر لاينج. طبعا اخر ارتري عندنا اللي هو ده الميديان ساكرال ارتري، وده بنش منين؟ البوستيريو اوف ابدومينال اورتا، وبيمشي في الميدل اوف ذا سكرم وبيعمل انستموز مع اللاترال ساكرال ارتري. لو كنا نتكلم على الفينس دريننج، الفينس دريننج مينلي بالانترنال الياك فين. لو احنا شفنا ادي عندنا ادي الاكسترنال الياك فين، وادي الانترنال الياك فين، وبيتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي ايه؟ كومن الياك فين. طبعا اكيد الانترنال الياك فين زي الارتر، يعني هيبتدي منين؟ عكس الارتر، هيبتدي من الابر بوردر والجريتر ستاتيك فريم، وينتهي فين؟ عند الليمبو ساكرال ديسك، تمام كده، وياخد نفس التبيوتريز اوف ذا انترنال الياك ارتري على نفس اساميها تقريبا. بس انا عندي هنا نقطتين مهمين، عندي في نقطه مهمه جدا في الفينس دريننج اوف ذا بلفس. ايه هي؟ احنا عندنا فيرتبرال فينس بلكسس، انترنال فيرتبرال فينس بلكسس، عندنا في انتيريور وفي بوستيريور فينز، ودي بتبقى جوه الفيرتبرال كانال، وفي عندي كوميونيكيشن بتوين الفيرتبرال فينس بلكسس والبلفيك فين.
عندي فينز اسمها باتسونز فينز، دي بتعمل فالفلس فينز، تعمل ايه كوميونيكيشن بتوين بوث. طب ايه المشكله؟ لو اي زياده في البلفيك بريشر اثناء الكافينج السنيزنج او اي حاجه، لو انا عندي كانسر في البلفس بيحصل له سبريد على طول للفيرتيبرال فينس بلكسس، وطبعا الفيرتيبرال فينس بلكسس بتعمل له سبريد متاستس في اي حته، متاستس بقى في البون مينلي في الفيرتيبرال بون او البون في اي مكان، ممكن يطلع بقى لللانج للبين وتظهر لان الايه الطريق مفتوح على فوق على طول. يبقى انا عندي مشكله، انا عندي الفالفلس انترنال فيرتيبرال فينس بلكسس كوميونيكيت دايركتلي مع البلفيك فين عن طريق ايه فينز او فالفلس فينز مع باتسونز فين، اللي هي مشكلتها ان اي انفكشن او الكانسر بالذات في البلفز ممكن يحصل له سبريد بسهوله جدا. واكبر مثال للكلام ده البروستاتيك كانسر، الفيرست ميثود او ميثود بتاع السبريد بتاعها على البون. نيجي نتكلم بقى عن نيرفس اوف ذا بلفز. احنا عندنا سكيم نحطه في دماغنا. طبعا احنا عارفين النيرفس في البادي مينلي لا اما سوماتيك لا اما اوتونوميك، تمام؟ السوماتيك طبعا عندي اتنين بلكسس موجودين في البلفس، ايه هما؟ السكرال بلكسس، واحنا خدنا منها جزء في اللور ليمب، والكوكليال بلكسس. الاوتونوميك بقى عارفين لا اما سمباثيك لا اما بارا سمباثيك. السمباثيك السورس بتاعه السكرال سمباثيك تشين، وبارا سمباثيك في نيرف اسمه بلفيك سبلانكينج نيرف، لان عارفين البارا سمباثيك في البادي كله هما حاجتين، لا اما كرينيال نيرفس لا اما البلفيك سبلانكينج نيرف. والسمباثيك طبعا عن طريق السمباثيك ترانك. طيب نيجي نشوف السكرا بلكسس بتتكون ازاي. السكرا بلكسس بتتكون من بارت من L4 بيتحد مع L5 عشان يعملوا لي الليمبو ساكرال ترانك، وبعد كده L4 الليمبو ساكرال ترانك مع S1 و S2 و S3 وجزء من S4 بيعملوا لي ايه الساكرا بلكسس. طبعا كله بيطلع من الفنترال روماي اوف النيرف روت او السباينال روت، لان عارفين في قاعده مهمه قوي، اي بلكسس في البادي بتتكون من فنترال روماي، سواء بقى بريكيال لامبر وات ايفر الكوز بتاعها. عندي بلكسس ثانيه اسمها كوكليال بلكسس. الكوكليال بلكسس دي مكونه من كام؟ بارت من اس 4 واس 5 والايه والكوكليال نيرف، بتطلع نيرف واحد يتيم اسمه اينو كوكليال نيرف. اينو يعني ايه؟ يعني اينل، كوكليال يعني كوكسكس. الاينو كوكليال نيرف ده بيسبلاي السكن بتوين الانس والكوكسكس، تمام كده؟ يبقى الكوكليال بلكس عشان نخلص منها صغيره، من باوت من اس 4 واس 5 والكوكليال نيرف بتطلع نيرف وحيد اسمه اينو كوكليال نيرف، ده بيسبلاي السكن ما بين ايه؟ ما بين الانس وبين الكوكسكس. نيجي للسكر بلكسس، بتتكون من الجزء من L4 L5 بيعملوا الليمبو سيكل ترانك، والليمبو سيكل ترانك ده يتحد مع S1 و2 و3 وباوت من 4 عشان يعملوا الايه السكرال بلكسس. طب ايه هي البرانش بتاع السكرال بلكسس؟ السكرال بلكسس كان لها برانشات كتير خدناها في اللو ليمب، اللي هو السياتيك بقى والنيرف تو بيرفورمس ونيرف تو كوادرس فيرمس، الكلام ده كله احنا مش عايزينه نتكلم عليه السنه دي. احنا عايزين نشوف النيرفس اللي طالعه من السكرال بلكسس اللي هتخصنا في البلفس. اول نيرف اسمه نيرف تو ليفيتو اوناي اند كوكليوس ماسل، تمام؟ نيرف تو ليفيتو اوناي اند كوكليوس ماسل بيسبلاي البلفيك فلور اللي هم بيتكونوا من ايه؟ من ليفيتو اوناي اند كوكليوس ماسل. النيرف الثاني اسمه بلفيك سبلانكينج نيرف اللي هو اس 2 و3 و4 هنا اهو. بلفيك سبلانكينج نيرف ده هيشارك في الاوتونوميك سبلاي اوف ذا ايه؟ بلفيس، باراسمباثيك سبلاي اوف ذا بلفيس. وبمعنى صح الباس مستاتيك فايبر الموجوده في الاس 2 و3 و4. النيرف اللي بعد كده اسمه بيودندال نيرف اس 2 و3 و4 زيه زي سبلانكينج نيرف بالظبط، تمام؟ طبعا البيودندال نيرف ده نيرف كبير جدا ومهم في البرينيوم، وهيبقى لنا صولات وجولات معاه لما نوصل للبرينيوم بعدين. اخر نيرف اسمه بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف، ده بيسبلاي السكن يعني في الميديا سايد اوف باتوك، تمام؟ وده مينلي سنسوري سبلاي. يبقى البرانش بتاع السكر بلكسس نيرف 2 ليفيتو اناي اند كوكليوس ماسل، بلفيك سبلانكينج نيرف، البيودندال نيرف والاثنين دول الروتس بتاعتهم واحده، والبرفوريتنج كوتينيوس نيرف.
ادي الكوكجيال بليكسس اهي، وادي الانوكوكجيال نيرف اللي هو سبلاي سكين بتوين ذا انس اند كوكسكس. في عندنا حاجه كده بس كمان الصوره موجوده، حاجه اسمها جانجليون امبر. جانجليون امبر دي هنتكلم عليها كمان شويه. بشرة طبعا نرجع لها تاني اسم بعد الحمل كده، متقدم في الفيفث مانس ولا السكس مانس، والايه واليوترس بقى فول شويه والبيبي كبر، بقت تحس بين في اللور ليمب، في الكورس بتاع الايه، ممكن الكورس بتاع سياتيك نيرف، ممكن الكورس بتاع نيرف تاني، بس حاسه بالبين ده. طب ايه سبب البين ده؟ سبب البين ده البريجننت يوترس عمل لي كومبريشن على الساكرال نيرفس، فيعمل لي ريديتنج بين بالظبط زي الديسك. مش الديسك ده عباره ان في كومبريشن للنيرف، برضك حصل لي كومبريشن للنيرف هنا عن طريق الايه البريجننت يوترس، فبالتالي عمل نفس المانيفستيشن بتاع الكومبريشن بتاع النيرف روت، لكن طبعا ده بيبقى ريليفت بايه افتر ليبر. عندي حاجه تانية اسمها بيودندال نيرف بلوك. ايه بيودندال نيرف بلوك؟ اثناء الولاده في النورمال ليبر طبعا بتبقى ممكن تبقى الهيد اكبر من الاوتسايد او الانترنس بتاع الفاجين، فبنضطر ان احنا نعمل سنيب كده، نقدر نعمل قطعه بالمقص، نعمل قطعه في الايه لاترال للاورفيس نفسها عند الساعه 7 تقريبا. تمام، طبعا بتبقى اندر، بتدي اناستيزيا عشان طبعا الموضوع ده مؤلم جدا، فبتعمل اناستيزيا، بتعمل انجكشن اناستيزيا في المكان ده عشان تعمل بلوك للبيودندال نيرف، لان البيودندال نيرف هو الخاص بالسنسوري للمنطقه دي. نيجي للاوتونوميك بلكسس في البلفيس. اول حاجه السمباثيك. السمباثيك بيجي منين؟ السمباثيك طبعا عندي حاجه اسمها السمباثيك شين اهي اللي مليانه عقد دي، السمباثيك جانجليون طبعا زي ما احنا عارفين. طبعا اول ما تبتدي هنا بتبتدي الساكرال بارت بتاع السمباثيك شين. تمام، موجود فين؟ موجود ان فرونت اوف ذا ايه سيكرم، بتوين السيكرم اند ريكتم. ليه ريكتم؟ مشان الموست بوستيريو ستراكشر في البلفيس هو ريكتم ان فرونت اوف ذا سيكرم، فهي بتوين السيكرم وايه وريكتم بالنسبه لها، السيكرم بوستيريو والريكتم بالنسبه لها بايه انتي. الاثنين سمباثيتك تشين بيتحدوا مع بعض تحت هنا وبيعملوا حاجه اسمها جانجليون امبر، هي موجوده ايه العقده الصغيره اللي موجوده لتحت دي. طيب السمباثيتك ده بيعمل ايه؟ بيعمل اول حاجه ده بيعمل لي جري ريمي كوميونيكيت. طب بيروح فين الجري ريمي كوميونيكيت ده؟ بيروح للساكرال والكوكجيال نيرفز عشان يتوزع معاهم. يتوزع على ايه؟ يتوزع بقى على السويت جلاند، على البلاد فيزلز، على الايريكتور بيلي ماسل بتاع الهير وات ايفر. وفي نوع تاني اللي هو الفيسرا، اللي عايز يروح للفيسرا. طب ما بيروحش للفيسرا مباشره، لازم يروح عن طريق وسيط. الوسيط مين؟ اللي هو الانفيريو هيبوجاستريك بلكسس. بس السمباثيك السورس بتاع السمباثيك في البلفز ايه؟ هو السيكوال سمباثيك تشين اللي بيمشي فين؟ in front of the sacrum and behind the rectum، وبيتحدوا مع بعض الاثنين سايد عشان يعملوا لي ايه؟ جانجليون امبر. البرانش بتاع السكرال بصفه عامه نوعين، يا اما جري ريمي كوميونيكيت عشان الهير وعشان السويت جلاند وعشان البلاد فيزل، او عايز يروح للفيسرا عن طريق وسيط، والوسيط هو مين؟ الانفيريو هيبوجاستريك بلكسس. زي ما احنا شايفين ادي الجري ريمي كوميونيكيت طالع اهو من السمباثيك جانجليون، ورايح عشان يجوين الايه؟ السكرال والكوكجيال نيرفز. نيجي للسكند سورس بتاع الاوتونوميك في البلفيس اللي هو الايه؟ البارا سمباثيك. البارا سمباثيك الممثل لمين؟ البلفيك سبلانكينج نيرف اللي هو اس كام؟ 2 و3 و4. تمام؟ ادي البلفيك سبلانكينج نيرف. طيب احنا عارفين الاوتونوميك عشان يتوزع لازم عن طريق بلكسس، فانا عندي 2 بلكسس في البلفيس. اول بلكسس اسمها السيبيريو هيبوجاستريك بلكسس. السيبيريو هيبوجاستريك بلكسس دي بيجي لها الاوتونوميك منين؟ اول حاجه باص سمباثيك من البلفيكس بلانكينج نيرف. تمام، طب والسمباثيك بيجي لها منين؟ السمباثيك بيجي لها من فوق شويه من اللمبر نيرف، لمبر نمبر 3 ونمبر 4. موقعها فين البلكسس دي؟ البلكسس دي زي ما انتم شايفين موجوده قدام الساكرال بومنتري، وبتطلع تو برانشز اسمهم هايبوجاستريك نيرفز. تمام، وانا اللي يهمني في الموضوع ده الهايبوجاستريك نيرف بصراحه، لانهم اللي هيشاركوا لي فين؟ في الانفيريو هايبوجاستريك بلكسس اللي احنا هنشوفها كمان شويه. يبقى انا عندي السيبيو هايبوجاستريك بلكسس دي السمساتيك بيجي لها
من L3 و4 والباسيماتيك من البلفيك سبلانكينج نيرفز. نيجي بقى نشوف الانفيريور هايبوجاستيك بلكسس، تمام؟ ودي الاوتونوميك بلكسس اوف ذا بلفس، وبصراحه دي الوكيل الحصري لاي اوتونوميك نيرف سبلاي في البلفس. عشان تحفظها كده تيجي تقول لي بقى البلادر بوستاتيك بلكسس واوفريان بلكسس وتيرم بلكسس كلهم جايين منين؟ كلهم جايين من الانفيريور هايبوجاستيك بلكسس. فين بقى مكان الانفيريور هايبوجاستيك بلكسس؟ مكانها هنا. خلي بالك ده الانترنال الياك وده الريكتال، هي بتوين بوث، تعتبر ميديال للانترنال الياك واللاترال للريكتال، والفيو هنا مش ايه مش واضح قوي. طب بيجي لها سمباثيتك منين؟ بيجي لها سمباثيتك من السبيريو هايبوجاستيك بلكسس بس، لا وكمان عندي الساكرا سمباثيتك تشين، تمام. طب وباس سمباثيتك، باس سمباثيتك طبعا من الوكيل الحصري بتاع باس سمباثيتك في البلفيس اللي هو مين؟ البلفيك سبلانكينج نيرف. يبقى ان في هايبوجاستيك بلكسس دي مكانها فين؟ ميديال للانترنال الياك ولاترال للريكتال. تاني حاجه بيجي لها سمباثيتك من السبيريو هايبوجاستيك بلكسس ومن السمباثيتك الساكرا سمباثيتك تشين، والباور سمباثيتك بيجي لها منين؟ من البلفيك سبلانكينج نيرف. طيب الانفيريو هايبوجاستيك بلكسس دي بتوصل للاورجان بتاع البلف ازاي؟ قلنا بلكسس موجوده في الايه؟ في الوول بتاع الاورجان. مثال عندنا الفازيكال بلكسس اللي موجوده في الوول بتاع اليوناي بلادر موجوده اهي، عندنا مثلا الريكتال بلكسس، عندنا الاوفيريان، عندنا اليوتراين، وتبقى بلكسس بوستاتيك بلكسس، تبقى بلكسس موجوده في الوول بتاع الاورجن وبتعمل ديستريبيوشن وتبقى كاري سمباثيتك والبارا سمباثيتك. نيجي لموضوع مهم جدا اللي هو الانكونشس ريفلكس سنسيشن. ايه الانكونشس ريفلكس سنسيشن؟ انت لما بتبقى نايم مثلا وتحس ان بلادر فول، تقوم من النوم عشان تروح للتويليت، طبعا ده بقى ايه؟ unconscious reflex sensation. بيطلع ازاي؟ بيطلع عن طريق الاوتونوميك سواء سمباثيك او باراسمباثيك. ازاي؟ هنا عندنا حاجه اسمها بلفيك لاين او بلفيك بين لاين، هنشوف الصور الجايه. البلفيك بين لاين ده اي حاجه فوقه بتبقى كارت بالايه؟ بالسمباثيك. توصلها فين بقى؟ توصلها للثراسك واللمبر سباينال جانجلي. واي حاجه بلو البلفيك بين لاين ده بتبقى كارد بالايه؟ بالبارا سمباثيتك عن طريق اس 2 و 3 و 4 اللي هم الايه؟ نفس الروب بتاع البلفيك سبلانكينج نيرف. طيب ايه اللي فوق السبيو بلفيك بين لاين؟ اي حاجه ان كونتاكت وذ بوتونيوم بتبقى ايه؟ اباف السبيو بلفيك بين لاين، يعني كارد بالايه؟ بالسمباثيتك. واي حاجه دونت تاتش بوتونيوم او دونت ان كونتاكت وذ بوتونيوم بتبقى انفيريو للبلفيك بين لاين وتبقى كارد بالايه؟ بالبارا سمباثيتك. في اكسبشن هنا اللي هو الديستال كولون والريكتم، بس احنا كمان المديول بتاعنا ده جنتيوني، فبالتالي مش هنهتم بالايه؟ بالاكسبشن ده. عندنا هنا ادي كل الاستراكشر دي كفرت بالبوتونيوم، ده السبيو سيرفيس بتاع اليوناي بلادر مثلا، وادي اليوترس، ادي الابر ثيرد او السجمويد كولون والابر ثيرد بتاع الريكتم، كل ده فوق البلفيك بين لاين، يبقى هيبقى كارد بمين؟ بالسمباثيك. ادي هنا ادي الخط بتاع البيجن بلفيك بين لاين اهو، تمام. الخط ده زي تحت مثلا البلاده كلها كارد بروتينيوم، وهنعرف الكلام ده بعدين. السبير بوردر بس او السبير سيرفيس بتاعها بس الكفرد بالايه؟ بالبروتينيوم. وادي الناحيه الثانيه برضك الفيو الثاني، ادي البلفيك بين لاين. يبقى الجزء اللي هو باللون البلو ده اباف البلفيك بين لاين يبقى كارد بالايه؟ بالسمباثيك. والجزء اللي هو نوت كفرد مش بلو ده، ده تحت البلفيك بين لاين كارد بالايه؟ بالبارا سمباثيك، تمام. وقلنا حاجه ثانيه، الاباف البين لاين بيبقى كفرد بالبروتينيوم، واللي تحته نوت كفرد بالايه؟ بالبروتينيوم. اللي فوقه كفرد بالبروتونيوم وكارد باي سمباثيتك وبيطلع عليه اللمبر والسواسك سمباثيتك جانجليون اللي فيه سواسك والابر لمبر، والنوت كفرد بالبروتونيوم بلو البلفيك بين لاين كارد بالايه؟ بالباور سمباثيتك، وبتوصل للسباينال كورد عند الروتس بتاع ايه؟ اس 2 و 3 و 4. لو جينا نتكلم على الليمفاتيك ديمينش في البلفس، عندنا 3 جروبس اسين، انترنال الياك ليمف نود دي موجوده طبعا حوالين الانترنال الياك بلاد فيزل،
والاكسترنال الياك ليمف نود اللي حوالين الاكسترنال الياك فيزلز، والسكرال ليمف نود اللي هي فرونت اوف ايه الساكرا. كلهم بعد ما بياخدوا الافنت من الاورجانت او الفيسر او الفيس بيجمعوا ويبعتوا الافنت لمين؟ للكومن الياك بلاد فيسر. والكومن الياك بعد كده بتطلع على الايه؟ على اللاترال اورتيك ليمف نود. لو جينا نشوف هنا، ادي عندنا هنا اكسترنال الياك ليمف نود، وادي الانترنال الياك ليمف نود، بيروحوا يودوا للكومن الياك ليمف نود، وادي عندي الساكرال ليمف نود برضك بتروح للكومن الياك ليمف نود، والكومن الياك بتروح لفين؟ لللمبر او البارا اورتيك ليمف نود. بعض الفيسرا زي اوفريز او زي الفاندس اوف ذا ريتروس بتروح دايركت على طول على الاورتيك بارا اورتيك ليمف نود، لكن هنقول الكلام ده ايه في حين. نيجي لاخر حاجه اللي هو البروتينيوم او ذا بلفس. البروتينيوم بتاع البلفس طبعا بيختلف عن الميل عن الفيميل. لو جينا نشوف هنا كده، طبعا قلنا تاني دي السيمبلس بيوبس يبقى كده ايه انتيريو، وادي السكرم يبقى كده ايه بوستيريو. الاورجان اللي عندي، عندي هنا اليوناري بلادر، وعندي هنا طبعا اليوترس والفاجينا هنا اهي، وعندي هنا ايه الريكتر. لو جينا نشوف البوتينيوم، البوتينيوم بيجي من الانتيريو ابدومينال وول ويكفر السبيرو سيرفيس اوف يوناري بلادر، ويقوم عامل ريفليكشن هنا ما بينه وما بين اليوترس، يعمل لي باوتش. الباوتش ده بيسموه ايه؟ ما بين البلادر واليوترس بيسموه ايه؟ فيسكو يوتراين باوتش. فيسكو يعني بلادر، ويوتراين يعني ايه؟ يوترس. ويكفر اليوترس ويقوم نازل على البوستيريو سيرفيس بتاعه، وينزل هنا عند الابر بورتا او الفاجينا، ويقوم ايه عامل ريفليكشن تاني على الريكتو، يعمل لي هنا باوتش بيسموه ايه ريكتو يوتراين باوتش، او بيسموه اسم متداول بيسموه ايه دوجلاس باوتش، بيسموه ايه دوجلاس باوتش. تمام، يبقى انا عندي في الفيميل بيجي من الانتيريور ابدومينال وول ويكفر بلادر ويعمل باوتش ما بينه وما بين اليوترس بنسميه فيسكو يوتراين، وما بين اليوترس والريكتم بيسموه ريكتو يوتراين، في ناس تانية بتسميه ريكتو فاجينال. تمام، لكن له اسم متداول اسمه ايه دوجلاس باوتش. طب في الميل، في الميل برضك انا عندي هنا انتيريور وكده ايه بوستيريور، عندي في الميل مفيش غير اليوناري بلادر وعندي الايه الريكتو. تمام، بيجي لي البروتينيوم من الانتيريور ابدومينال وول برضك، يعمل ريفليكشن فوق اليوناري بلادر ويكفر السمير بوردر بتاع بلادر والبيس بتاعها، ويعمل هنا ريفليكشن او باوتش تاني ويكفر الايه الريكتو. تمام، الباوتش ده بنسميه ايه؟ بنسميه ريكتو فيزيكال باوتش. ريكتو فيزيكال ليه؟ لانه ما بين البلادر وما بين الريكتو. يبقى في الفيميل عندي تو باوتشز وفي الميل باوتش واحد. هنا المقارنه بين الاثنين، ادي البلادر وادي الباوتش الوحيد اللي عندي اللي هو الايه ريكتو فازايكال باوتش، وعندي هنا اتنين باوتش اللي هو الفيسكو يوتراين والريكتو يوتراين باوتش. Thank you and see you in the next lectures.